أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطني. وضيفنا لهذه الحلقة السيد ياسر أبو شنب وشريكه السيد شاهين عمارنة من مؤسسة زهرة فينيسيا للأعمال والديكور. سيد ياسر أبو شنب، بالبداية مساء الخير. مساء الخير سيد ياسر. أيضا نقول لك كل عام بخير، ونسبت حول شهر رمضان مبارك، وأيضا نقول لك يسعد مساءك. ومساء الخير. حابين نعرف السادة المشاهدين بالبداية عن البطاقة الشخصية وتاريخ ومكان الولادة. اسمي ياسر عبد الرؤوف أحمد أبو شنب، صاحب مؤسسة زهرة فينيسيا لعمل الديكور، والشريك طبعا شاهين عمارنة. نعم جميل. سيد ياسر أبو شنب، نتحدث الآن عن تأسيس هذه المؤسسة، مؤسسة زهرة فينيسيا لعمل الديكور. قمنا بإنشاء المؤسسة واشتغلنا عليها انا وصديقي شاهين وشريكي. نعم. من قبل تقريبا 7 شهور. نعم جميل. سيد ياسر، تحدث الان عن اليه العمل، اهم الخدمات في هذه المؤسسه. خدمات المؤسسه اللي هي اعمال الديكور الداخلي كامل تقريبا. جميل جميل. ما المقصود باعمال الديكور الداخلي؟ اعمال الديكور الداخلي اللي هو نظام الباركيه والبرادي. ارضيات الباركيه واسقف الجبسن بورد والدهان. سيد ياسر ابو شنب، تحدث عن انواع الباركيه. انواع الباركيه بتضمن انواع الالماني والبولندي، النخب الاول والثاني. نعم اكيد انتم مختصين ايضا بالابو جرات. شايف قدام بصراحه كاميرا الجزء التقنيه بابو جرات، هل لها انواع ايضا؟ هلا طبعا، انه هذول مش ابو جرات، هذا بيكون عباره عن برادي داخليه. برادي زي الابو جرات. برادي بالضبط، برادي المطابخ. و لو نتحدث عن اليه الاستيراد والتصدير، من اين سيد ياسر؟ هذا المنشا ايطالي. صنع ايطالي. نعم. ايطالي وتركي. كيف ترى اقبال المواطنين لهذا القطاع؟ نقول باركيه، ايضا نقول البرادي، اكيد يمكن الالمنيوم تشتغل فيه طبعا، اللي هو الخشب والالمنيوم. نعم. من وين تستوردوه؟ من وين تجيبوه؟ هذا ايطالي المتجر. ايطالي. نعم. سيدي، كيف ترى اقبال المواطنين لهذا الموضوع؟ اقبال جيد. يعني في اقبال؟ جيد. نعم. سيدي ياسر، لو تحدث عن تطور هذا القطاع في الاردن، كيف ترى؟ انه كمستقبل جيد جدا. يعني في نهوض اكيد؟ ان شاء الله كويس. نعم. ما هي الطموحات للسيد ياسر ابو شنب وايضا السيد شاهين عمارنة؟ اكيد لكم طموحات ورؤيه مستقبليه. طموحات انه الواحد يكبر بشغله شوي، يتوسع طبعا، اكيد يتقدم ان شاء الله. دائما التقدم والنجاح سيد ياسر. سيد ياسر، اكيد لك شعبيه في هذه المنطقه، اكيد من اين جاءت هذه الشعبيه؟ اكيد ما اجت من فراغ. انت ايضا السيد شاهين عمارنة، تعامل مع الناس، وانه جوده العمل طبعا فترة طويلة ما شاء الله. قبل فتح هذه المؤسسة أكيد لك الباع الطويل في هذا القطاع. 11 أو 12 سنة ما شاء الله. نعم. سيد ياسر، أنت شاب الفستان التغيير، شو بتحب توجه رسالة للخريجين الجدد، للشباب، للجيل القادم بشكل عام؟ إنه بنحث الشباب على العمل بنظام الديكورات الداخلية من أنظمة حلوة نعم جميل. سيد ياسر، ان شاء الله دائما التقدم والنجاح لهذه المؤسسه، مؤسسه زهرة فينيسيا، ونسرع على الدرب واصل لكل مجتهد نصيب. سيد ياسر ابو شرب، احنا حابين نحدد للساده المشاهدين موقع زهرة فينيسيا لعمل الديكور، وايضا ارقام الهواتف للتواصل، ايضا الويب سايت عبر التواصل الاجتماعي. تفضل سيد. احنا موقعنا في موقع مؤسسه زهرة فينيسيا لعمل الديكور في شارع واد الصقرة. نعم. مقابل مؤسسه ابناء زهير عبد الحق، ايضا بناية 21. نعم. انا صاحب المؤسسة طبعا مع شريكي شاهين. ان شاء الله. رقم تليفوني. نعم. اللي هو 0799 641 078.
نعم احنا سيد ياسر ابو شنب بنشكرك لهذا اللقاء، ونشكر السيد شاهين عمارنا شريكك في هذه المؤسسه، مؤسسه زهرة فينيسيا لاعمال الديكور. بقول لك الله يعطيك العافيه ان شاء الله دائما للتقدم والنجاح. وعبر شاشه قناه جوسات حاب توجه رساله اخيره للساده المشاهدين اكيد بمناسبه حلول عيد الفطر السعيد. تفضل. بحب اهنئهم بقدوم العيد الفطر السعيد، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير والله يعطيك العافيه والسلامه. شكرا جزيلا. Thank you.